لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال. إن شاء الله بهذا الأسبوع راح يبلش ويدخل المنتجات اللي تجمعت بكل البلاد العربية، راح تبلش من يوم الثلاثاء تدخل. هن عاملين مجموعة يعني كثير كثير صغيرة من أنواع الأشياء المسموحة، وأغلب الشغلات مانعينها. الأساسيات معلبات، حبوب، زيت ممنوع، يعني طلع على درجة وين، طحين قمح ملح، طحين وسكر وملح، زي ما قلت لك، حبوب ومعلبات، شوية نوع شامبو، أنواع معينة جدا قليلة. إجمالا ما فيش توصيل غير للجنوب، يعني مش مفتوحة غير كرم أبو سالم، هو المعبر اللي بيستلم، وهو اللي بالجنوب، يعني طبعا منطقة الجنوب. إحنا إن شاء الله شغلين الأحد الخميس، وتبرعاتنا إحنا شوي غير عن باقي الحملات. إحنا بنشتغل بطريقة إنه من جبنا بضاعة من عند التجار اللي إحنا بنعرفها، وبنجمع عقبالها مصاري عشان نغطي تكاليفها، ونبعث مشتخيم كاملة مسكرة عشان تكون إدخالها للمعبر هوين وسلس وسهل بدون أي عواقب أو مشاكل. طبعا يعني هاي البضاعة أجت اليوم من ناس متبرعين اللي فيها عدة أصناف بنفس المشتاخ، فهاي البضاعة بيسمحوا لناش وبغلبونا كثير إنهم يستقبلوها بالمعبر. فلما احنا قررنا نجيب بضاعة اللي هي صنف واحد على المشتاخ من هذا القبيل، او شامبو زي هذيك البضاعة اللي غاد، او رز، او اي مادة اللي هي مسموح تفوت بس بالمشتاخ نفسه نوع واحد، هي اهون بدرجات انها يستقبلوها بالمعبر. النية ان شاء الله نطلع لحد 50 ل100 شاحن ان شاء الله يطلع من طمرة. لا يزال الخير حيا لا يزال. جينا هنا تطوع حملات غذائية، مواد تنظيفية، من كل هالشغلات، وإحنا بنستنى منكم تبرعات، وإن شاء الله في يعني في ملان ما لسه فينا الخير، يعني ولسه في مسافة ترويح أكثر من ساعة مع السيارات واللي بروحوا من الشغل وكله، بس بداهم ليش نتطوع، كأن أهل غاد بحاجتنا ولازم إحنا نساعد، يعني هم منا وفينا، يعني أكيد قبل كل شيء احنا ده ابسط اشي بنقدم لهم اياه. حابين نتطوع لاهل غزه عشان شفنا انه اوضاعهم بحاجه ان تساعدنا، عشان احنا اولى من الناس الدول العربيه الثانيه، يعني احنا اهالينا بنعذب، كمان احنا شايفين ان مش عم بشدوا حيل، مش عم بتحركوا، فاحنا كمان لازم نتحرك لانه احنا اولى منهم. احنا كحركه اسلاميه وجمعيه الاغاثي عاملين على حمل التبرعات بالتنسيق مع جمعيه الرحمه، مصادق عليها، والحمد لله يعني في إقبال كبير من الأهالي في طمرة، الحمد لله رب العالمين، دائما يعني سباقين بأهل بالعمل الخير، يعني ما بقصروا، يعني امبارح طلعنا 3 شاحنات فيها كل المطلوب منا، اللي طلبوا منا حسب المواصفات المطلوبة طبعا. يعني أنا بحب أشكر أهل طمرة المتبرعين والمتطوعين، ما شاء الله أنت شايفي كيف الكل هون موجود، يعني عملنا إحنا مجموعة خصوص المتطوعين، يعني كله بيستنى وكله متعطش إنه يساعد، وكله قلوبا وخواطر كل مستنى بعض اليوم عن جد، يعني شيء محزن، الأوضاع سيئة هناك، فالبلد كل بلد مش بس تمرة كله متعطش إنه يساعد، إن كان متطوع ولا متبرع، يعني كثير أهل الخير في تمرة. أنا يعني ما شاء الله يعني بس بدينا صلناش يومين هنا، الحملة جدا ناجحة، إن كان ناحية مادية ولا من ناحية مواد، فالحملة ناجحة جدا، وأنا بشكر كل طفل، كل ولد، كل صبية، كل شاب كبير صغير، يعني أنا كثير مبسوط من أهل تمرة ومن كل بلاد، فأنا بشوف حتى جزام كبار أجوا ساعدونا بالعمر، حجات، صبايا من جميع الفئات، ما في حزب معين هون حتى المساعدة، الكل بيساعد الحمد لله. لآيات الجمال.